اولا كنشكروا الصحافه دائما ديال اكادير ونعتز بالصحافه ديالنا المحليه اللي دائما ترافقنا وتؤازرنا في اي محطه نضاليه. حنا اليوم تجمعنا امام الاكاديميه باسم التنسيقيه الجهويه اللي شوش مسا ديال جمعيه اباء واولياء التلاميذ. وحنا ان شاء الله بصدد تاسيس الاتحاد ان شاء الله مستقبلا. حنا جينا اليوم باش امام الاكاديميه اللي كنتاسفوا لحد الساعه ما كاين لا مدير اكاديميه ولكن حتى شي رئيس مصلحه ممكن يستقبلنا نهائيا، مع العلم انهم كانوا على عين بالوقفه عن طريق وسائل الاعلام. حنا جينا اليوم على اساس مجموعه المسائل، الاولى اننا نحتج ونستنكر التصريح اللي خرج به رئيس الجمعيه الوطنيه لارباب التعليم الخصوصي في المغرب، وذا التسجيل اللي داروا في وسط المؤسسه ديالو كيهدد فيه الاباء الابناء ديالنا انهم غادي يمنعهم وغادي تصدى لهم في حاله ما انهم غيغادروا مؤسسه لمؤسسه، وهذا راه تناقض صريح مع القانون 31/08 وتناقض صريح مع قانون حريه الاسعار والمنافسه اللي كيمنع الاتفاق ديال المؤسسات في هذا الاطار. هذا جينا كذلك كنطالبوا المدير الاكاديميه ومن خلالها وزير التربيه الوطنيه انه يحمي لنا ولدنا، لان المفهوم من خلال التصريحات والتهديدات ديال هذا السيد رئيس هذه المؤسسه هذه ورئيس هذه الجمعيه ديال الاباء والتلاميذ انه يهدد الابناء ديالنا، واذا اولادنا التنقيط ديالهم في خطر ومستقبلهم الدراسي نهايه السنه الدراسيه في خطر. ولهذا كنطلبوا ضمانه من الاكاديميه والوزاره انها تدخل في هذا الاطار هذا وتحمينا اولادنا. المساله الثانيه جينا نسجب ونستنكر ونستهجن تعنت مجموعه ديال المدارس الخصوصيه، التعنت ديالهم امام اقتراح الاباء والمساهمه ديالهم. كاين اللي ساهم ب 50 كاين اللي ساهموا ب 60% ورافضين رفضا باتا التعامل مع هذه المساله هذه. اما نستهجن ونستنكر عيب وعار، نجيو امام الاكاديميه والاكاديميه كانت على علم من خلال طرق ووسائل معينه ان غادي نقوموا بوقفه احتجاجيه يشارك فيها ممثلين عن مجموعه الاقاليم ديال الجهه، وما لقاو لا مدير الاكاديميه ولا شي رئيس مصلحه اللي غيستقبلنا. وملي دخلنا بغينا نسجلوا الاستنكار ديالنا عند شي مسؤول هنا قال لنا ما كاين حتى واحد معاهم تهضروا. هذا عيب وعار، هذا استهتار بالمسؤوليه، استهتار بالمجتمع المدني واستهتار بالمواطنين، ويجب الوضع حد لهذه العقليه هذه اللي كتسير بهذه الاكاديميه ديال الجهويه ديال التربيه والتكوين. وشكرا لكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبيد عبد الرحيم، رئيس المكتب الجهوي للمنظمه الوطنيه لحقوق الانسان. حنا اليوم كنجيو كنأزروا الناس تاع اولياء اباء والتلاميذ اللي كنلاحظوا بانهم عندهم موجة غضب تجاه الطريقه باش تعاملوا المؤسسات التربويه مع الاولياء الاباء التلاميذ، ان اللي كيعتبروا بان اجحاف وطريقه غير مسؤوله باش تعاملات المؤسسات التعليميه. وحنا اليوم كنكونوا هنا في وقفه المؤازره والدعم لهم تاعهم، وكنعرفوا كل شيء بان من خلال الجانحه اللي ضربت المغرب في ثلاث شهور كان كل شيء واقف، يعني حتى التعليم وكل شيء المؤسسات. والاولياء التلاميذ كيطالبوا بان مادام التعليم هو يعني ما كانش 100% يعني حتى الاداء خصو يكون 50%، يعني حنا كنحاولوا باش نتلاقاو شي صيغه ولا شي صبغه توافقيه. حنا دابا جينا عند الاكاديميه باش نتواصلوا مع المدير الاكاديميه اذا كان غادي يكون شي حل وسطي، وان شاء الله نتمنوا الخير للجميع.